مرحبا جديد بكل السادة المشاهدين، برحب بكم مرة أخرى. حنبحر الآن في عالم العرائس، عالم الزفاف، ولكن المفاجأة أنه حنبحر مع مو مع مس لندن. طبعا مس لندن ارتدت اللون الأبيض القريب لفستان الزفاف، لأنه هذه الفقرة سوف نتحدث عن فساتين الزفاف. طيب مس لندن، أنا داير أعرف قبل ما ندخل ذاته في الحلقة، احتبر السؤال ده ورا الكواليس، علاقة مس لندن بالزفاف شنو الفساتين؟ هي مستحضرات تجميل أعتقد أنه بتقدمه. أيوه. طيب دخل شنو فساتين الزفاف الليلة؟ شكرا على الإحراج. لا هو سؤال مهم والله، لأنه إحنا فعلا يعني بدينا كشركة متخصصة في مستحضرات التجميل. نعم. لكن يعني وجدنا إنه فيه ضغط من الزباين. نعم. يعني العروسة بتجينا مثلا، عندنا برنامج متكامل للعروسة. نعم. بنجهزها بشرتها وشعرها لليلة الفرح. نعم. العروسة بتجينا قبل العرس بفترة يعني. نعم. وبندخل في جلسات وعلاج عشان تجهز ليلة العرس. نعم. فلقينا في ضغط من الناس انه يا جماعة طيب انتوا وصلتوني لحد المرحلة دي. ليه ما تفيدوني يعني انه مثلا يكون عندكم فساتين الزفاف، الاكسسوارات بذوقكم وباختياركم وكذا. نعم. فدائما كنا بنقول احنا متخصصين في مستحضرات التجميل. لكن سألنا روحنا السؤال يعني ليه احنا اصلا لما يعني بدينا الشركة بديناها للتميز، يعني تمييز المرأة السودانية. نعم. فجزء من التميز انه احنا نقدم لها الخيار يعني بتاعنا، هي مثلا يكون في فستان زفاف. أيوة. وكذا يعني كل الحاجات تكون عبركم. أيوة. طيب عشان منشوق السادة المشاهدين اكثر، نطلع للمحطة الخارجية مع عرض الازياء وفساتين الزفاف، وندعو نتواصل معك مرة اخرى. هذه الفقرة برعاية مس لندن.
مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين، مرحبا بك مها. شاهدنا في المحطة الخارجية تغطية جميلة لمعرض العرائس العالمي لشهر فبراير 2015. يا ريت تحدثينا يا مها عن هذا المعرض والتجهيزات اللي كانت له والإكسسوارات اللي شاهدناها، يعني كل ما شاهدناه في المحطة الخارجية يا ريت تلخصي لنا. أنا ذكرت قبل إنه الفريق مثل لندن نادوني لمهمة عاجلة. نعم. يعني قالوا لي عشان إحنا افتتحنا قسم العرائس المعرض ده ما بيتفوت. لأنه أهم معرض في العالم زي ما شفنا في المحطة الخارجية إنه بيغطي كل احتياجات ومستلزمات الزفاف. نعم. من فساتين الزفاف للإكسسوارات للورد حتى الكوش العرائس. يعني اي حاجه بتميز العروس في يوم الفرح. فمشينا دائما هو المعارض زي دي بتتعمل في بدايه السنه عشان الديزاينرز يقوموا يعرضوا تصاميم السنه الجديده. فاحنا قلنا مشينا خلاص، قلنا احنا بدينا حنقوم اي حاجه احنا بنبتديها، اي بروجكت اي مشروع بنبتدي بصوره مؤسسه. بندرسه بنمشي دائما بنبحث عن التميز. تميز بنميز، بنحب نميز الزبون، نميز العروسه. يعني عادي احنا ممكن نجيب فساتين زفاف من نشتري من اي يعني مكان بيبيع فساتين الزفاف، لكن حبينا ندخل المشروع بطريقه مدروسه. فالمعرض كان هو الاسبوع اللي فات في الحقيقه، من يوم 7 من يوم احنا في شهر 20 فبراير مثلا، قولي 20 فبراير، من 19 لحد يوم 22 فبراير. نعم. لحد يوم 23. فتلخبطت لانه سافرت كثير. اي طبعا اكيد. تفضلي ما في مشكله، تفضلي. فكان حاجه شيقه جدا، يعني انا بجد استمتعت والفريق معي استمتعنا، رجلينا وجعتنا شديد من المشي والتعب والارهاق، لكن يعني الاتموسفير حلو. بتشوفي كميه من العروسات بيجربوا فساتين الزفاف. بتقابلي المصممين، مصممين عالميين شخصيا. بتتناقشي معاهم. كان في محاضرات شيقة جدا وندوات وتدريب. احنا قعدنا تريننج يعني كمثال انا والتيم في كيفية اختيار الفستان. يعني لقينا انه في عوامل كثيرة، القصة ما بس فستان ابيض وفستان يعجب العين وكذا. ايوه. في حاجات كثيرة، يعني مثلا لون العروسة، درجة لونها، طولها، حجمها، لون شعرها، لون عيونها، يعني مثلا هي مليانه او نحيفه، عايزه تبرز شنو غوامة في جمالها. ايوه. فلقينا لك القصه معقده. نعم. فكان حاجه شيقه جدا وطلعنا منه يعني الحمد لله بتوفيق من رب العالمين انجزنا انجازات رائعه. واحده منها كان انه مضينا عقد مع زولا فازت بجائزه افضل مصممه لفساتين الزفاف في اوروبا. نعم. 2014. نعم. دي حندخل فساتين للعروسات في السودان اكيد طبعا. طيب يا مها برضو، يعني هل انتم في مثل لندن الان يعني حتحرصوا على انه تجيبوا الفساتين اللي بتتلائم مع الذوق السوداني؟ احنا عارفين انه الذوق السوداني ما بتلائم مع الذوق الاوروبي، او الذوق الاوروبي لا يتلائم مع الذوق الشرقي والعكس صحيح. يعني بنجد انه المراه الشرقيه بتحب في فستان الزفاف انه يكون مميز بكثره الاكسسوارز فيه، والاوروبيين بيحبوا البساطه في الفستان ويكون خالي من الاكسسوارز تقريبا. فهل انتم يعني قمتوا بوضع لمسات معينه او طلبتوا انه توضع لمسات معينه في فستان الزفاف للمراه الشرقيه او لان احنا في السودان؟ هو دي نقطه مهمه وكلام حقيقي جدا، يعني انه الاوروبيين دائما بيحبوا البساطه، الشرقيين بيحبوا يعني التفاصيل الكثيره والحاجات اللي بتلمع وكذا. يعني عموما طبعا في ناس بيفرقوا في الحالتين. فبرضو احنا لما عملنا ابحاثنا بنفس الطريقه، يعني لما دخلنا منتجاتنا ما كنا مفتكرين انه حنلقى الحاجات اللي احنا عايزينها في اوروبا. لانه هي بلد بارده وكذا مختلفه. لكن لقينا انه الشركات العالميه بقوا بيصمموا، الشركات بقت جلوبال، شايفين انه في سوق كبير جدا في الشرق وفي افريقيا وعند العرب. فالمصممين بيكون عندهم تنوع يعني في الفساتين، في حاجات مخصصه للناس اللي بيحبوا الذوق السيمبل، في حاجات مخصصه للناس اللي بيحبوا التفاصيل الكثيره.
بعدين المصممين يعني اللي بيصمموا فساتين المشاهير، الزورة اللي احنا تعاقدنا معاها هذه كمثال، صممت فساتين لأفتكر عروسة جورج كلوني، نعم، وممثل معروف، وسايمون كاول اللي هو شخصية برضو معروفة في إنجلترا، نعم، لزواجه. فبتصمم للمشاهير، المشاهير بيحبوا يتميزوا، نعم، يلا المشاهير ما بيلبسوا سيمبل، بيحبوا أي الاكسسوارز الحاجات الأوفر. أيوة، غير إنه يعني من اجتماعنا معاها يعني احنا قررنا انه حندخل سيرفيس جديده اللي هي تصميم، نعم، تصميم عشان الوحده بس ما تمشي تختار فستان الزفاف من الشماعه، نعم، وتكون ملزمه اي وحده انها ترتديه، يعني لانه اي وحده عندها تصميم معين في بالها ممكن تصممه لها، وبعدين بتكون عايزه تكون مميزه ما في زول بيشبهها، نعم، بس بيكون مثلا ما عندها يعني ما بتقدر خلاص هي محكومه بالموجود. فاتفقنا مع زولا دي انه حيكون في سيرفيس زي دي تصميم يعني مخصص العروسة، فستانها ما حيكون في واحد بيشبهه، وبيكون ملائم ليها للونها ولطولها ولحجمها وكذا كل هذه الاشياء. طيب على ذكر كلامك نطلع المحطه الخارجيه الاخيره نشوف عرض الازياء لفساتين الزفاف ونعود نتواصل معك مره اخرى. هذه الفقره برعايه مس لندن. هذه الفقرة برعاية مس لندن.
مرحبا جديد، ما شاهدنا في المحطة الخارجية عرض الأزياء الرائع لفساتين الزفاف، لكن أنا عايزة أعرف مس لندن قدمت شنو، أو هل هذه الفساتين اللي اخترتوها أنتم من هذا المعرض بس اللي بتقدموها، ولا قدمتوا خدمات أخرى للعروس؟ إحنا بنقدم حاجتين. الحاجة الأولى العروسة اللي ما عندها زمن أو اللي بس عايزة تختار من الرف، يعني جبنا فساتين جميلة جدا اخترناها بعناية فائقة بتناسب أزواجنا، برضو فيها تميز. لكن في الخدمة بتاعت الديزاين بنقدم جلسات استشارية، بنقعد مع العروسة، يعني هي ممكن يكون عندها فكرة من هي صغيرة عن فستان زفافة عايزة شكله شنو، بس بنقوم نشتغل معاها في إنه نعرفها على يعني اللي بينفع معاها، وبعدك هي عندها القرار. الحاجات دي كلها خدمات بنقدمها مجانية، يعني دي كل خدمات أخرى مميزة للعروس. أيوه. مس لندن. أيوه. طيب مس لندن عندك أي إضافة أخيرة؟ دائما عندي إضافات. تفضلي تفضلي. أول عايزة أعلن الليلة بمناسبة افتتاح قسم العروسات في مس لندن، إن شاء الله يعني عايزين لأول 20 عروسة حيوصلونا ويقوموا يخشوا في برنامج التصميم لفستان الزفاف بتاعهم، حيكون عندهم أكسسوريز للشعر وأكسسوريز مناسبة للفستان اللي حيصمم لهم، هدية مجانا من مس لندن. بعدين الجزء الأول من الحلقة إحنا عرضنا جلسات التكشير الكيميائي، برضو في الأسبوع ده أنا موجودة، أي زول عايز يجي يقابلني لاستشارة. برضو عندي خصم 50% للجلسات التكشير الكيميائي. نعم. الحاجة الأخيرة حابة أشكرك يا نهلة. شكرا لك. يعني دائما الحمد لله يعني الحلقات معك بتكون مميزة. الله يديك العافية. شكرا لك. شكرا لتقديرك لشغلنا واهتمامك به. شكرا للكرو. شكرا لك كثير. شكرا لفريق مس لندن هنا وفي لندن وفي جميع أنحاء العالم. شكرا لك كثير يا مها. بنتمنى انه نتواصل معك في حلقات قادمه بعد عودتك من اوروبا في المره القادمه. شكرا لك كثير. اعزائي المشاهدين، ننتقل الان الى الفقره الاخيره. مرحبا بكل السادة المشاهدين عبر هذه الفقرة الأخيرة. أكيد كل السيدات كل الفتيات مترقبات نتيجة المسابقة الإعلان في الحلقة السابقة، أرسلوا الحقيقة كل الشابات رقم تلفونات وأعمار، وحنعلن الفائزة في المسابقة اللي تم اختيارها في مسابقة إن شاء الله حتكون معنا في الأحد المقبل، اللي هي اسمها سوالب علي إبراهيم. سوالب علي إبراهيم حتكوني معنا في فقرة كوني الأجمل عبر برنامج لمسة ولمسة، وحاض عليك لمسات المكياج الأخيرة عبري أنا إن شاء الله بإذن تعالى. سوالب علي إبراهيم بقول اسمها للمرة الثانية، حنتصل بك إن شاء الله يا سوالف، ونرجو إنك تكوني معنا في حلقة الأحد المقبل. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. كانت الفقرة الأولى مع مس لندن عن التقشير الكيميائي، وكانت الفقرة الثانية لمسة من الطبيعة، وعدنا مرة أخرى إلى مس لندن عبر فساتين الزفاف، وأخيرا ختمنا بمسابقة كوني الأجمل. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة طيبة، وإلى اللقاء في الأحد القادم في نفس الموعد في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.